تجربة الأردوينو. أول شغلة راح نربط الأردوينو هنا أنا. وهي الوايرات من نجي نربطها. الجراوند هذا الجراوند اللي هو أول واحد. البي سي سي هذا. وهذا الثاني شنو؟ أشوف هذي. حول كمل البرنامج وصل مثلا البي سي هون. هذا يمثل لي ال ADS وهذا يمثل لي SDL. ال ADS و SDL يمثل على كل واحد كل واحد شرح مثل لي ال SCL بين الاثنين شرح مثل لي AD عفو SDI مكتوب بالعكس. المهم هذا ربط معك هاي الأردوينو ربط عايز عن مثال لو أنا شريط أي أكتب عليه LCD هذا أول شيء نشتغل LCD. أول شغلة قبل لا أبدي أكتب البرنامج أو أي شيء عايز هنا على فايل أي أعرض الشاشة أخذ الرقم معها يعني مثلا هذا الشاشة الريس مع هذا الشاشة الادريس مالي يختلف عن هالادريس احتمال بالامتحان راح يتغير هذا تمام. فاذا ما راح اعرفه انا شو راح اعرفه بالبرنامج ما راح يتعرف البرنامج عليه ما راح يبرمج الاردوينو. نجي على فاير فاير اكزامبلز ان اكزامبلز هذا اكزامبلز اجي وين على الواير الواير اجي هنا اي 2 اس سكانر اطبع عليه اسوي له ابلود تمام خلي كذا بس كمل الابلود اجي على المونيتور بسرعه هذه خط الرقم الرقم ماله شنو 0827 هسه اذا غيرت هنا البي سي وين راح يشوف نفس الشيء اسمه صح جالو جمع ايش انا نيكس شو يلف هذا بيعازو يقف ان شاء الله وين راح ينتقل يعمل فوش بي سي العنوان هذا 30 31 32 اخذ من 0004 و 00 هسه جاء وين انتقل نفذ الانترنت كمل ايش قيمه البي سي هون انا لا انا ارجع ايش على 0 0 اخذها 0 0 3 اكس يعني هذا الامتحان احتمال يتغير الاردوينو فلازم نعرف النوع معنا شنو كان ما يرجع رجعنا في النهايه هاي كلها مكتوبه واضحه هون يكون خلونا على الدوك مالها راح يرجع هسه اجي سيد أسحته شو عم بالعملية من الحد يسوي صف واحد حبقة ثالث لو يرجع مرتين راح يصف فرقية حبقة ثالث ما موجود هذا هنا هو من هي تعرفين هسه مو ستاك بوينتر عفني ليش هاي ستاك بوينتر هو تاتي عفني ليش تسمي ستاك بوينتر تستخدم النكست سكشن مال مين يرجع على اللي هو كنا نسوي صفر صفر أربعة عندي هاي المكاتب المكاتب هاي ما مطلوب حفظها بس شنو نعرف شلون نتعامل معها ال سي دي 0 اكس 27 عرفنا منين نجيب العنوان ماله وال الابعاد ماله 16 4 يعني 16 كولوم و4 روم اوكي عندي هنا 16 كولوم 4 روم زين اذا هنا عوضت ال سي دي 1 اذا عوضت هنا 1 او 2 او اي شيء ثاني لازم شنو لازم هذا كله اغيره بما انه انا خليني ال سي دي فلا ارجع على ال سي دي اوكي زين اول شيء ال سي دي انيشال هذا كبدايه يجي لي انطياز ال سي دي يشتغل باك لايت يعني انطيته الاعاز بس يشتغل ست كورسر صفر صفر انا اقول ست كورسر صفر صفر يعني روح لي على اول سطر عفوا اول رقم يمثل لي عمود اول عمود اول سطر وانطيني هالكتابه الو هو هاي الكتابه متكونه لا طبعا لازم الكتابه ما تكون تتجاوز 16 حرف تمام يعني عندي هذا الكولوم عندي 16 والرو 4 رجع ايش سويت ست كورسر 2 1 يعني عمود ثاني بدي لي عمود ثاني من السطر الاول شوف هسه عمود ثاني يبدي من الصفر طبعا صفر واحد اثنين اول اللي هو بدا من اثنين تمام زين هنا أنا اكو مشكله بالمكتبه يعني انا اذا ابدي من الصفر راح يسحب لي مقدار اربعه فاذا ابدي من نحن الامتحان انتم حاولوا بدون من الصفر يعني ما لكم شغل سالب باربعه يعني احتمال راح نعدل على المكتب واحد يصير فلازم اذا اريد ابدي من بدايه احكي بسالب اربعه حتى اجيبه من البدايه بس اذا كتبته صفر ما راح يعرف بس اذا كتبته صفر انتم شو على الصفر ولازم هم نغير هاي القيمه اللي عندي نفذها هاي اعطينا صفر
اوكي بس على حق يشتغل. هسه قول مثلا وصل يومين هذا جوب مالاني حيظل يفتز ينتظر شنو؟ ينتظر الانترنت. هسه بعد صار شو صار انترنت تسحيب المقدار هذا رقم مقدار 4 صار تسحب مقدار على الانترنت 4 ايوني اشي عمل كلير شوف ال يعني اكثر من كتابه يعني كان على 4 صوت بعد العامله كيف حتى الحكميه بسكون ما يعبر 16 حرف زيرو اذا جت. هسه ايش عندنا؟ عندنا الكيبات. أنا هذا الكيبات عيد أضغط الأرقام الكيبات يا أما أعرضها على الشاشة هنا يا أما أعرضها على LCD. حاول حالي راح نجيب لي LCD. لي LCD أربط الداتا مالي من أنا أربطها من D2 إلى D9 أوكي. هذا الكيبات العفو LCD عرفنا ربط ماله Ground VCC وهذا الاثنين مربوطات هنا. زين كملنا نيجي على البرنامج. أول شغلة لازم مش أعرف لي LCD أجيب المكتبة من LCD. برنامج لازم أعرف إيش لازم أستخدمه. أنا جبت المكتبة مال LCD كملت أجي أعرف إيش كم كولوم إيش كم رو عندي 4 إيش كم كولومس عندي 4 أوكي. الكاركتر هيكسا كي الروس والكولومس. أول شيء مثل لي هاي المكتبة عندي هنا أنا شريط أريد هذا يكون 1 2 3 4 ممكن المكتبة هنا كانت 4 5 كانت هنا 4 5 فأنا لازم أغير حسب اللي عندي هنا أنا. اوكي حسب اللي عندي يعني ما مرتبه كامل بس حاول ترتب قدر الامكان. يعني مثلا اجي هنا 1 2 3 اي بعدين 4 5 6 بي لازم اكتب البي هنا بعدين 7 هنا 8 هنا 9 هنا سي بعدين لازم اخلي نجمه بعدين اخلي صفر بعدين اخلي هاي المربع بعدين اخلي الدي. يعني المفروض اني ارتب هاي الامور ارتبها هنا حتى شنو نفس الربط مالي. بعد ايش عندي البنات. يعني البنات شلون رابطهم على الاردوينو؟ رابطه من D2 الى D9. وش رابط يعني رابط 2 3 4 لازم ارتبها حسب هذا اول سطر ثاني سطر 6 7 8 الى 9. زين هذه الكيباد اعرف هذا المتغير كيباد ميك كي شو اسمه ميك مال راح اخذ الموقع مال. الموقع مال منين اجيبه؟ اجيبه منه هيكسا كي. هذا هيكسا كي هذا المتغير راح اخذ الموقع ماله روبينز كولومبينز ايضا اخذ الرو ماله واخذ شو اسمه واجيب الرو والكولومس ماله خليه داخل هذا المتغير. زين انا عندي هنا فكره مع البرنامج. انا شريط اريد هنا انا شريط والله ربي ماله هنا انا اريد هاي فكره يعني شرطيه انه اريد اكتب الارقام لنهايه الشاشه ورا ما اكمل ارجع اصفر الشاشه وارجع اكتب الارقام من جديد. فهنا بالحالة شو احتاج شرط. قبل الشرط شو اسوي؟ اعرف متغيرين هذا المتغير اي والمتغير بي اوكي فويس ات اب اعوض هذا السيريا هذا السيريا مع الشاشه طبعا اذا في حاله اريد اعرضها على الشاشه ال سي دي حتى اعرضها على ال سي دي لازم اقول ال سي دي انيشال ال سي دي باك لايت حتى انا الضوء يروح على ال سي دي. زين هنا انا البرنامج مالي فويد لوب الكاركتر اعرف اي متغير حتى شنو اخزن به المعلومه وبنفس الوقت اطبعها على الشاشه. اجيب اي هذا المتغير اجيبه هنا انا واخذ الرقم ماله اخذ القيمه ماله اخذت القيمه ماله شو اسوي؟ اسوي شرط اف هذا الرقم هذا المتغير مالي تمام اذا هذا اذا كان هذا الرقم ال سي دي ست كورسر شو يساوي لنا اي وبي اي بي يعطينا يعني 0 0 يعني شو اخذ الموقع الاول شو اسوي؟ اطبع القيمه اطبع القيمه اللي انا ضغطتها يعني باعتبار هذا اخذ الموقع اخذ الرو اخذ البنس اخذ الكولومز وهكذا. زين انا من اخذت القيمه شو اقول له؟ اقول له الاي انت الزاد يعني ايش راح يزاد؟ راح يزاد عندي الكولوم يعني ايش راح يحول؟ راح يحول هنا اذا كنت انا هذا الموقع راح يحول على الموقع الثاني بعدين الثالث والرابع والرابع الى ما حد اصل 15. اذا كان الاي وينه؟ اذا كان الاي اكبر من 15 راح اسوي اقول له الاي انت صفر رجع لي على الكولوم صفر وارجع شو اقول للبي؟ البي عندي حالته الاولى ايش قد؟ عندي حالته الاولى صفر ايش راح يسوي؟ البي راح يصير 1 راح يصير الكولوم مالي كولوم صفر والرو مالي الرو مالي 1 الحد يا شرط راح نعاد هاي العملية لحد ما ان الكولوم يكون اكبر من 3 يعني بنص صفر الكولوم العفو الروس السطر مالي يكون 4 حالات عندي من الصفر للثلاثة. إذا كان الرو أكبر من 3 بيها ما حيصفر. زين بعد ما صفرت في حال ردت بعد ما أخلص العملية أمسح الشاشة إيش راح أقول له؟ أقول LCD dot clear هاي هنا خلصنا العملية أجي أعطي تنفيذ
عم نشوف هاي العملية هسه مثلا هذا رقم اضغط رقم شوية العفو طبعا بس بما اننا في البرنامج هسه نجي مثلا نضغط 1 2 اي رقم مهم يعني اي دم الشاشة يعني شوف هنا مثل ماذا يصير اول سطرين طبعا راح يبدي من الصفر بس قلنا بسبب زحف المكتبه بمقدار 4 شوف هنا راح يبدي من مقدار موجب 4 بعدين راح تعدل هاي تمام هاي ارقام بغض النظر عن الارقام طبعا اقدر اكتب غير ارقام 2 3 اي اخر مشكله شوف هنا من وصلت اخر رقم شو راح ادوس اضغط على اي قيمه راح تصفر الشاشه صفرت الشاشه ارجع اكتب مره ثانيه ثانية في حال رجت أزيد من مقدار 2 يعني أكتب رقم مثل هنا أنا أكتب رقم يعبر فراغ يكتب رقم الثاني راح أسوي مجرد قبل شوية شت منطي الأي يزداد مقدار 1 بس مجرد أكتب الأي يساوي أي زائد 2 وهكذا هسه مثلا اجي هنا أكتب رقم نفس الشيء بالنسبة للكولوم شو راح نسوي؟ بالنسبة للكولوم إذا زيدناها مقدار 2 ايش راح يصير؟ راح يطبع لي أول رقم، ثاني 1 لا، ثالث 1 لا، وراح توقف العملية اللي باعتبار راح يصير أكبر من أكبر من 3 باعتبار بادي من الصفر. وهذا الشرط ماله ثاني. ايش نرجع برنامج إلى المكان قبل ما الخطوة الثالثة مع قياس درجة الحرارة. عندي هذا الرابط. هذا اي مكان اربط مثلا هنا اربط الاي 1 اي 0 المهم اذا اربطوا اي 1 لازم هنا بالبرنامج شاء عرفه او عرفه اي 1 حسب اربطه اربطه وهذا على جراوند وهذا على بي سي سي زين راجع البرنامج اعرف ال دي اتش 11 بعدين ايه هذا متغير اقدر اتحكم به بس اذا غيرته هذا لازم اغير على طول البرنامج نفس الاسم اللي هو دي اتش تي اللي راح اخلي بينه رقم البن مالي اللي هو 11 اقدر مباشره اكتبه هنا او اقدر اعرفه منه عادي نفس الشيء ودي اتش 11 كتبته هنا مباشره واكتب هذا الثاني المتغير يعني اصلا عرفته يصير كل الاحوال كريستال اكتبه هسه ايش احتاج؟ نحتاج هاي التعريف السيريال بيجين على مود اطبع على الشاشه وبنفس الوقت ايد اطبع على شاشه الحاسبه وايد اطبع على شاشه ال سي دي فاحتاجيت الانيشال احتاجيت بلاك لايت بلاك لايت دي اتش تي بي انطيت دي ماي فويد لوب هاي المتغيرات قياس الحراره هذا قيس الرطوبه هذا قيس درجه الحراره وهذا قيس زين كملت اجي بالطابع ال LCD سيت كورسر 00 يعني هخليه بالبداية تمام خليه بالبداية سيت كورسر 00 واطبع لي شنو اطبع لي درجة الحرارة طبقت هنا طبعا لا تغير درجة الحرارة وإذا أريد أطبع الشاشة هاي كتبت إعاز 1 طبعا وأقدر أكثر من إعاز وأقدر أرتبهم أقول له 100 بس يكرر لي هاي 100 مرة 19 طبعا المفروض يعني أسوي في أسلوب معين يعني مثلا هنا أنا تبيرن خلاص كتبت إذا فرم اتجاه أنا عقار الساعة مثل هنا سويته بالترتيب إنه يظل ينزل كل شوية يقيس وينزل يقيس وينزل تمام أنا نفس الشيء طبعا أقدر أخلي أكثر متغير بعد يعني خليني أخلي متغيرين فقط الرطوبة ودرجة الحرارة واكو بالسيريز اكو بالفهرنهايت اكو متغيرات بعد نقدر نضيفه بس عرفنا طريقه العرض